أهلا بكم مشاهدينا في موجز لأهم الأنباء. عم الإضراب العام اليوم جميع مدن الضفة الغربية، وذلك احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارة بلاده إليها، كما أغلقت المحال التجارية والمؤسسات الخاصة والعامة أبوابها وبدت الشوارع خالية من المارة. في هذه الأثناء شددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها وتدابيرها الأمنية في مدينة القدس، وكثفت انتشار قواتها ووحداتها المختلفة وسط المدينة ومحيط بلدتها القديمة وفي الشوارع والطرقات، كما عززت قوات الاحتلال من تواجدها على بوابات المسجد الأقصى، وشرعت منذ ساعات الصباح باحتجاز بطاقات الشبان على البوابات خلال دخولهم للتعبد برحاب الأقصى المبارك. من جانبه قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قال إن حركته تعمل بقوة لإطلاق انتفاضة في وجه الاحتلال ردا على الموقف الأمريكي تجاه القدس، مؤكدا إعطاء التعليمات للمقاومة لتكون جاهزة لمواجهة الخطر الاستراتيجي الذي يهدد القدس. كما نظمت القوة والفعاليات الوطنية اليوم اعتصاما وسط رام الله تنديدا بخطاب ترامب وقراره بإعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال. في هذه الأثناء كشف مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة الحياة اللندنية، كشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا الرئيس محمود عباس إلى زيارة واشنطن خلال الاتصال به أول من أمس، ولكنه لم يتم تحديد موعد الزيارة. وأكد المسؤول نية ترامب وإصراره على التوصل إلى صفقة للسلام، وأن نقل السفارة سيستغرق 3 سنوات بعد إنهاء الإجراءات التقنية على الأرض. نختم الموجز مع حالة الطقس، فمن المتوقع أن يكون الجو يوم غد الجمعة صافيا بشكل عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلها السنوي العام. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذا الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.